السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي واخواتي، وحشتوني وحشتني جدا. طبعا الكلام كتير الفترة اللي فاتت على مباراة السوبر، وان الزمالك انسحب من مباراة السوبر نهائيا خالص، فبالتالي اللي هيشارك مكانه مين؟ نادي بيراميدز. ما بين نادي الزمالك ونادي بيراميدز اللي هيقابله النادي الاهلي موال كبير قوي عايزك تسمعه وتفهمه مني. فطبعا قبل ما ابتدي الفيديو ما تنساش انك انت تجهز المشروب بتاعك وترجع ظهرك لورا شويه عشان خاطر تركز معايا في الكلام اللي انا هقوله، ومن ناحيه تانيه ما تنساش تصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ودلوقتي اقدر اقول لك بسم الله الرحمن الرحيم. الفتره اللي فاتت كلنا سمعنا ان الزمالك مش عايز يلعب مباراه السوبر عشان خاطر كهربا، اللي هم اساسا كانوا بيقولوا قبل كده ان كهربا مش هيشيل من نجيله تاني طول ما هو ما بيدفعش الغرامه اللي عليه من اتحاد الفيفا. فبالتالي كهربا لما جه نزل تاني مباراه ليه كان قدام الزمالك وجاب هدف وكان صاحب هو الهدف الاول في نادي الزمالك، فبالتالي الموضوع بالنسبه للزمالك مش هو اي لاعب ممكن اي لاعب ممكن يلعب عادي حتى لو موقوف، انما كهربا بالذات لا، هم عايزين كهربا ما يلعبش عشان عارفين ان كهربا لو برجل واحده هيخلي الاهلي يكسب او هيعمل اللي مفيش لعيبه كتير او ممكن تعمله قدام نادي الزمالك. زي محمد شريف كده، محمد شريف ما بيسكتش، ممكن تلاقيه نايم طول الدوري ويجي قدام الزمالك ويروح جاي رازع جون جونين، المهم ان هو لازم يكون رازع، المهم ان هو يكون جاب جون في الزمالك وخلاص، هو ده محمد شريف. انما كهربا هم مش عايزين كهربا بالذات عشان كهربا عارفين ان هو لو برجل واحده هيجيب اهداف او هيعمل اسيست او 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 او، طبعا كلنا عارفين وشفنا كهربا في الفتره اللي فاتت بيأدي مع النادي الاهلي ازاي. فبالتالي قعدوا طول حياتهم مش عايزين كهربا يلعب، وفي الاخر كهربا هو اللي قعدهم خلاهم ما يروحوش يلعبوا مباراه السوبر قدام الاهلي. الموضوع كله مش موضوع السوبر والكلام ده كله، لا هم نفسهم ان هم يشاركوا فيها، بس هي الحكايه كلها زي ما تقول مثلا شويه دلع بس اتقلب ضدهم. فاكرين ان اتحاد الكوره مثلا هيفكر ان هو يعمل حاجه؟ اتحاد الكوره مش في ايده يعمل حاجه، اتحاد الكوره كل اللي حصل له دلوقتي بسبب لجنه الانضباط، كل اللي موجود دلوقتي في لجنه الانضباط اصلا مش ليهم ان هم يطلعوا قرار، ده لجنه الانضباط. طبعا هم ماسكين في موضوع لجنه الانضباط، بس لجنه الانضباط ملهاش ان هي تطلع قرارات او ملهاش ان هي تطلع عقوبات دلوقتي. وبعدين النادي الاهلي طب برضه طلع ذكي، طلع ذكي جدا. ليه؟ طلع اتكلم في ان الكاميرا اللي صورت كهربا في مباراه الاهلي والزمالك لما الايحاء اللي حصل من كهربا وهم خدوه على نفسهم، فبالتالي التصوير جه من عن طريق موبايل، فبالتالي ملوش ان هو حاجه زي كده تروح للجنه الانضباط الا اذا ما كانش الفيديو الرسمي بتاع المباراه. فالنادي الاهلي لعب في الحته دي، فبالتالي يعني في موضوعين دلوقتي خلوا لجنه الانضباط ما لهمش ان هم يعملوا او ان هم يكون ليهم حق في العقوبه اللي اطلقوها على محمود عبد المنعم كهربا، اللي هو ال 12 مباراه ومليون جنيه غرامه. انا اول مره اشوف عقوبه للاعب بسبب ايحاء بسبب ايحاء ياخد فيها 12 مباراه ومليون جنيه غرامه. ده انا عمري ما سمعت مليون جنيه غرامه اصلا اتحسبت على لاعب. امال حركه شيكابالا اللي عملها في مباراه السوبر برده كانت في الامارات، المفروض بقى ده ياخد عليها ايه؟ لما حركة كهربا ياخد 12 مباراة ومليون جنيه غرامة، امال شيكابالا المفروض كانت الغرامة بتاعته كانت توصل لايه؟ هسيب التعليق ليكم. طبعا بعد ما العقوبة ما اتسربت، وطبعا الموضوع في ايد الاهلي ان هو كان ممكن يوقف النشاط الرياضي في مصر لمدة 3 سنين، بس الاهلي مش بتاع كده، الاهلي عايز مصر تبقى موجوده في كل حاجه في الرياضه او في كل حاجه تخص الرياضه، لان لو الدنيا اتوقفت لمده 3 سنين ساعتها ولا هيبقى في منتخب ولا هيبقى في اي حاجه. طبعا جمهور الزمالك طبعا مش فاهم اي حاجه من الكلام ده كله، جمهور الزمالك لا لازم كهربا لازم يوقف لازم يتوقف، ما هو الاهلي مش هيخلي اللاعب يتوقف، الاهلي مش هيخلي اللاعب يتوقف، ليه هيتوقف ليه؟ طيب يعني اعتبر ان هو اتوقف والموضوع طلع للفيفا وان الخبر اتسرب، هتبقوا فرحانين بان الوقف يعني ان الرياضه في مصر تتوقف من الفيفا؟ انتوا طبعا مش هيفرق معاكم حاجه، بس احنا كجمهور اهلي هيفرق معانا كتير، لان ساعتها منظر مصر قدام العالم كله او قدام قاره افريقيا او قدام
في البطوله اللي جايه بتاعه امم افريقيا هيبقى منظرها وحش ان هي ما تشاركش في بطوله هي صاحبتها اساسا. منتخب مصر هي صاحبه امم افريقيا، هي الوحيده المتصدره في عدد البطولات في قاره افريقيا بسبع بطولات. انت متخيل سبع بطولات؟ انت اقرب واحد ليك جايب خمس بطولات هو الكاميرون. فنيجي بقى على نادي الزمالك اللي اعلن انسحابه امبارح من البطوله، فيقوم اتحاد الكوره يديله مهله ساعه النهارده، مهله ساعه قدامك 60 دقيقه وتقول لي اذا كنت هتشارك ولا مش هتشارك. وفضل معاند. فدلوقتي كان قدام اتحاد الكوره حل من الثلاثه، يا اما بيراميدز يا اما طلائع الجيش يا اما فيوتشر. كده او كده طلائع الجيش مش هيشارك فيها، لان طلائع الجيش مستواه متذبذب بقاله فتره في الدوري المصري، فبالتالي مش هيعرف يشارك في بطوله رسميه زي دي وهيتلعب في الامارات. فبالتالي بيراميدز وفيوتشر، بيراميدز ما كانش عايز يشارك في البطوله يوم 5/5، كان عايزها يوم 6/5 عشان هو لسه راجع امبارح من جنوب افريقيا. فبالتالي لما يجي بقى النهارده مصر ويلاقي نفسه ان هو هيسافر الامارات، فانت بتتكلم لسه له 48 ساعه ويلعب المباراه، فهو هيبقى اجهاد على اللعيبه ان هو جاي من جنوب افريقيا امبارح وفجاه النهارده يروح يسافر الامارات وموال كبير كده. فطلب ان هو الموضوع يبقى يوم او المباراه تبقى يوم 6/5 بدل 5/5. طبعا جمهور الزمالك كل اللي كان في دماغه بقياده الاعلامي احمد حسام ميدو قاعد يقول ان بيراميدز مش هيشارك، بيراميدز مش هيشارك، اهو النهارده طلع قرار ان هو هيشارك. ده غير ان البطوله هتبقى فيها جايزتين، المركز الاول اللي هياخد البطوله يعني كاس السوبر هياخد $1,000,000، واللي هياخد المركز الثاني هياخد $500,000. فدلوقتي مين اللي هيشارك في البطوله؟ بيراميدز. بيراميدز هو اللي هيشارك في البطوله. طبعا فيوتشر كان واقف على بيراميدز ان بيراميدز لو رفض فيوتشر هيوافق ان هو يلعب المباراه. فبالتالي وخالد الغندور جه بعد مباراه الكاس وقبل الكاس وقبل الكاس مصر يجي يقول لك ان تخيل انت ان الثاني الدوري وثالث الدوري هيتقابلوا في نهائي كاس مصر واللي هيكسب منهم هيقابل بطل الدوري المصري. وبعد المباراه لما الاهلي كسب نزل راح جاي قايل لك بحلم بيك، انا بحلم بيك وفي السوبر مستنيك. ودلوقتي هما اللي مش هيشاركوا في السوبر. انا مش فاهم بجد والله ما فاهم، انا مش فاهم ازاي طريقه التفكير وصلت لهم ان التحفيل اللي حصل ده كله في الفتره اللي فاتت يجوا النهارده يجي ينسحبوا. طيب اول مره يقولوا قرار في الانسحاب ويكملوه لحد الاخر. مفيش بس غير هي مباراه ساعه اما الاتوبيس عطل، فاكرين ان الاتوبيس اللي عطل هو ده المباراه الوحيده اللي انسحبوا فيها عشان خاطر كانوا كاسبين السوبر، وطبعا كانوا هيتقابلوا بقى في الدوري فعارفين ان الاهلي هيعمل وهيسوي موال كبير كده. فالمهم ان هو ايه اعتذروا عشان خاطر الاتوبيس عطل، الاتوبيس كان بيلف في جمهوريه مصر العربيه. فالمره دي اول مره يقولوا قرار انسحاب ويكملوه لحد الاخر، ودي حاجه بالنسبه لي انا كواحد من جمهور الاهلي بصراحه عظمه عظمه. لاول مره يكملوا في حاجه هم قالوها. فدلوقتي انا قدرت ان انا اقول لك على كل حاجه تخص مباراه السوبر وايه اللي حصل وايه المواويل اللي حصلت. وطبعا كل الكلام طبعا في ناس طالعه تقول لك ان بيراميدز هتشارك في البطوله مخصوص عشان خاطر ان دوله الامارات اتصلت بسالم الشمسي اللي هو المفروض رئيس نادي بيراميدز واللي هو اماراتي اصلا عشان خاطر منظر الامارات قدام العالم كله. عالم ايه ده؟ كاس سوبر ده مش هيتعرض غير في مصر، يعني اللي هيتفرجوا عليه هم مصر، امارات ايه اللي هتبقى منظرها قدام العالم كله؟ لا هي الموضوع مش كده، هو الموضوع ان بيراميدز زحلقت الزمالك. عارف انت ايه هي اتزحلقت؟ يعني بيراميدز دلوقتي شارك في نهائي كاس مصر وهيشارك في كاس السوبر اللي هو مكان الزمالك، اللي هو لو لولا الزمالك ما كانش هيشارك فيها طول عمره اصلا. ده بيراميدز، ده انا بتكلم على بيراميدز. ودلوقتي وصلنا لنهاية الفيديو، وطبعا لو عجبك الفيديو ما تنساش تقول لي رأيك في الكومنتات، ولو انت بتتابعني من عن طريق اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد بتاعي، وريت انك انت ما تنساش انك انت تدعمني بلايك، ولو انت بتتابعني من عن طريق الفيسبوك ما تنساش تعمل فولو او متابعة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد بتاعي، وريت انك انت ما تنساش تعمل شير للفيديو عشان خاطر الفيديو يوصل لأكبر عدد من الجماهير المصرية. ودلوقتي اقدر اقول لك سلام.